السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم كابتن حسام في كينج شيف. أتمنى يا جماعة لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، لفعل زر الجرس، فعل زر الجرس، وأرجو تشترك باللايك. وبشكر كل أصدقائي اللي وصلوا معايا الفيديو اللي هو اللي نزلته لمبادرة رفع القنوات، وبشكر كل الأصدقاء اللي تواصلوا معايا. وفعلا بدأنا إحنا نشتغل مع بعض وإن إحنا نرفع القنوات بتاعتنا، وبدأنا نشتغل على المبادرة. واللي عاوز يشترك معانا في المبادرة أرقام التليفونات موجودة في لمحة، وأرقام التليفونات تحت الفيديو لمبادرة رفع القنوات، وإزاي ناخد فلوس من اليوتيوب، وإزاي إن إحنا نشتغل على القنوات بتاعتنا ونكبرها. بشكر كل الأصدقاء اللي وصلوا معايا، وبشكر كل الأصدقاء اللي معايا دايما واللي بتقول تعليقاتهم وبتواصلوا معايا دايما. النهاردة وطبعا للتواصل ولحب الناس، مطبخ أم نور قالت لي والله يا كابتن احنا عاوزين مشروب لتقوية المناعة. ولما عملت بحث ودورت لقيت ان اقوى مشروب لتقوية المناعة وتعزيز المناعة ومضاد حيوي فعال جدا جدا هو مشروب الزعتر البري. مش هنتكلم عن فوائد الزعتر البري الوحيده، فوائد الزعتر البري هحطها، مش هنتكلم عن فوائد عسل النحل. النهارده احنا هنعمل مشروب بعسل النحل. يلا بينا نجهز المشروب بتاعنا، نحط معلقه كبيره من عسل النحل. وطبعا احنا نحليه زي ما احنا عاوزين عشان الاطفال. يعني التحليه كل واحد وحسب الطعم اللي هو عاوزه عشان الاطفال ان هم يحبوه ويشربوه. كده احنا حطينا العسل، هننزل بالزعتر على طول، وهننزل عليه ميه سخنه مغليه. هنستنى كده يا جماعه المشروب كده 3 دقايق بالظبط، وبعد كده هنصفيه زي ما بنصفي الجنسون عادي في اي كوبايه تانيه، وبكده يبقى المشروب بتاعنا جهز وجاهز للشرب. والمشروب ده مفيد جدا جدا، وهكتب لكم على فوائد الزعتر البري كلها في صندوق الوصف. بس اهم حاجه يكون زعتر بري، ما يكونش زعتر من اللي بيتزرع في الصوبات، او ما يكونش زعتر اللي هو مزروع، او ما يكونش مخلوط باي مواد تانيه. لازم نستخدم زعتر بري، ويعني تعتبر معلقه الزعتر اللي انا بحطها ديتي ببرشامه مضاد حيوي 1000. تخيلوا كده ان الواحد لو مثلا عنده نزلة برد او كحة او اي حاجة ويستمر ان هو يشرب كل يوم كوباية زعتر، كوباية مشروب الزعتر ده على غير ريق، ما تتخيلوش يعني تعزيز المناعة اللي هو بيديه لجسمه. واكتب لكم فوائد الزعتر وفيديوهات الزعتر البري وانا بلمه من على الجبال، هنزلها لكم ان شاء الله، هنزل لكم ان شاء الله اللينكات في صندوق الوصف. وبكده زي ما انتم متابعينا بقاله تقريبا دقيقة ونص، هقلبه تقليبة حلوة. وهستنى عليه ان هو يركز ويصفى خالص كمان دقيقة ونص. وزي ما انتم متابعينا كده بعد 3 دقايق بالظبط، بعد شايفين الزعتر جه تحت كده، هننزل وهنصفي المشروب بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده ده المشروب بتاعنا بعد ما صفناه، وبقى جاهز ان احنا نديه لاطفالنا او نشربه على طول ان شاء الله. ويبقى الف هنا وبالشفاء، وربنا يمتعكم جميعا بالصحه، وما نحتاجش لاي ادويه ولا اي حاجه. ودلوقتي يلا بينا نعمل ريفو سريع على اختنا اللي طلبت طبعا المشروب ده، مطبخ ام نور، والقناه جميله ومميزه وفيها حاجات فيديوهات جميله جدا. اتمنى انتم تدعموها وتعملوا لها اشتراك، لان هي انسانه متفاعله جدا، وان شاء الله تتفاعل معاكم وتتواصل معاكم. بتمنى التوفيق للجميع، وربنا يوفقنا جميعا اللي فيه الخير، وان شاء الله اقدم لكم وصفات تانية كتير، واللي هيطلب حاجه اقدمها. وزي ما قلت في اول الفيديو بشكر كل الناس اللي اتفاعلت معايا في المبادره، والمبادره مفتوحه، وبتمنى كل الناس يشارك فيها معايا. وان شاء الله هحاول ادعمكم على قدر الامكان، وهدعمكم بكل الطرق ان شاء الله، وربنا يوفقنا جميعا في الخير،
وبتمنى دايما ان انتم تستمتعوا بكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وبكل المحتوى اللي احنا بنقدمه لكم، ان انتم تبقوا سعداء بيه وتكتبوا تعليقاتكم وتقولوا لي ايه رايكم فيه دايما، ودايما ان احنا نفيد الجميع. وده مطبخ ام نور، اتمنى انتم تشتركوا معاها. وبكده يا حبيبي اصدقائي في كل مكان، ده مشروب الزعتر البري بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه، وبسم الله ما شاء الله جميل جدا، بعسل النحل ومقوم جدا للمناعه ومضاد حيوي عام. اتمنى ان انتم تجربوه وان شاء الله تستفادوا جدا جدا، وربنا يا رب يمتعكم جميعا بالصحه. كان معاكم كابتن حسام في كينج شيف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.